كنا بنتكلم انا وانت حازم عن شكل الرياضه المصريه، كان في حاجه مهمه انت عايز تقولها قبل اللايف ده. والله يا احمد انا عايز اتكلم في حق روجيرو ميكالي. الراجل ده اتظلم ظلم كبير جدا. لو هتيجي تتكلم على روجيرو ميكالي من الناحيه الفنيه، هتلاقي ان روجيرو ميكالي كمدير فني، انت لما تيجي تحاسب مدير فني بتحاسبه على حاجتين: النتائج والهويه. هل هو قدر يعمل هويه فنيه للفريق داخل ارض الملعب ولا لا؟ العلامه الكامله لروجيرو ميكالي. ماتش المغرب ما فنشناش بالشكل اللي احنا كنا بنتمناه، ولكن تيجي تقيم الحقبة بتاعت روجيرو ميكالي في السنتين دول وتشوف أداء المنتخب في الأولمبياد، تلاقي إن منتخب مصر أولا من الناحية الفنية بيتحرك كوحدة واحدة، وده بيعمل لك زيادة عددية في كل خطوط المنتخب. لما تيجي تلاقي واحد زي أحمد سيد زيزو أو واحد زي النني أو واحد زي أسامة فيصل موجودين في منطقة السيكس ياردز بتاعت حمزة علاء، وتلاقي المدافعين بتوعك موجودين في منطقة ال 18 بتاعت الخصم، وتلاقي كل لعيبة المنتخب بتجري في كل حتة داخل أرض الملعب، إذا الهوية بتاعت منتخب مصر اتحققت بتحرك منتخب مصر كوان يونت أو كوحدة واحدة. كوحدة واحدة طيب. بشكل دفاعي باين جدا صحيح. لكل المنافسين طيب. على فكرة لما غيرها وغير اليونت دي أكمل في ماتش المغرب الموضوع أكمل لك. منتخب مصر لما لعب كوان يونت او كوحده واحده على مستوى كل الخطوط اداك افضليه على كل كومبيتيتور او على كل فريق او كل خصم انت بتلعب قدامه. ليه؟ لان المجهود البدني بتاع الفريق بيبقى موجود في كل خط من خطوط الملعب. اذا فكره الوان يونت ادت المنتخب ادفانتج على منتخب زي منتخب اسبانيا، وشفت صوره منتخب مصر وعلم بلدك على ايفل تاور او برج ايفل، وحاجه كانت في منتهى الروعه. ده رقم واحد من الناحيه الفنيه. طيب رقم اتنين ايه يا احمد؟ رقم اتنين ان انت عندك جيل وفرقه ما فيهاش النجم الواحد، ما تقدرش تقول ان انت عندك الوان مان شو في المنتخب. لا، النجم هو الفرقه. وبالتالي اعتقد دي حمد شويه روجيرو ميكالي ان هو ما في كانش عنده الفرق. في طبعا لعيبه انا مش بتكلم يعني نني يقدم واحده من اجمل واحلى بطولاته، انا مش بتكلم على حاله فرديه، انا برضو مش بتكلم على حاله فرديه. انا هنا بقيم المدير الفني، كل لعيب هندي له حق، ولكن احنا هنا بنتكلم على تجربه روجيرو ميكالي من الناحيه الفنيه. انا ادي له 10 من 10 من كل الحاجات اللي اتوفرت له. رقم 2 حته تجميع اللعيبه. روجيرو ميكالي ما كانش عليه بريشر من الاعلام، مين راح مين جه مين استدعاه مين ما استدعاهوش، دي برضو حاجه بتحسب للراجل ان هو ما عندوش فكره الوان مان شو. طيب لو هنيجي نتكلم على الاداء الفني من كل لاعب، انا بشوف ان الجيل دوت هو جيل رائع من اول حمزه علاء لغايه احمد سيد زيزو، بتتكلم ابراهيم عادل اعتقد هو نجم البطوله، محمد النني ربنا سبحانه وتعالى عوضه في البطوله دي، كل اللعيبه انا مش عايز انسى حد، مش عايز اتكلم على حد بعينه، ولكن انا لازم ادي التحيه لحسام عبد المجيد. الراجل كانت الناس حطاه في مكان زي ما بيقولوا كده تقطيع، مكنه التقطيع.